فيكم استاذ. السلام عليكم. حياك الله. حياك الله. أريد نعرف اسمك اول مره. يونس رعد فاضل، رجال جمهوري من اهالي الدوره يعني. حياك الله استاذ يونس. ايش دا يصير وياكم؟ استاذ والله احنا يومي دا يجينا يعني، اول شيء نشكر قناتكم والنوت البيض طلبنا وجيتوا لهنا، الله يجزيكم بالخير. ويعني الوضع اللي نحن بيه لا يرثى عليه، يعني ما تعرفون اذا يجيك، نحن ما نريد نقول منشيات او غيرها او غيرها. يوم اذا يجون عالم يعني تهجير سلب نهب، يعني منا حرقوا نص البيوت، منا البزل والغيره، يعني تدري انت الحرقه والبزل، احنا بيوتنا سندويش فنر، هذا البيت مالي سندويش فنر انا. طبعا بيت يعني يعني من بزل مو قريب عليه ينهدم، ورحت اشتريت سندويش فنر والله العظيم بالدين، يعني هسه رجل ابو الحديد يدق علي يقول لي اريد الفلوس مال سندويش فنر، عرفت شلون ولا؟ فالمهم الجوي يوم تجينا الدوله اعتقالات، يعني شنو يا ابي يقول لي خط النفط هنا. طبعا قلت لك انا مسكنت الدوره وبطاقه السكن مالتي موجوده، طلع لك اياها من هنا. طبعا خط النفط تبعد على هالمسافه ما قارب 700 متر من هنا من بيتي لحد خط النفط 700 متر، عرفت شلون ولا؟ فيقول لك هاي المنطقه اخذوها مستثمر، اللي هاي منها لمنطقه يعني تعتبر سكنه اللي باعوها ماكو مستثمرين زين. وهاي المنطقه اللي بظهري هسه ماكو بيني وبينها ما يقارب 20 متر هسه بين بيتي وبين هاي المنطقه اللي بظهري، هم منطقه ما قلت لك هذه هاي لزموها حدلوها وعدلوها ونظفوها على حسب الاصول، هم راح تنباع فمن ضمن المستثمرين. فيقول لك هاي المسافه اللي هسه يعني يعني ممكن احنا اليوم ممكن ندخل بمافيات الاراضي يعني؟ لا احنا داخلين بمافيات بالمافيات، يعني ناس قاعده تجي متنفذه. نعم. تاخذ القاع منكم. نعم قاعده تجي العالم يقول لك انت تطلع بالعين وغادي، تطلع ما تطلع بالعين وغادي، احنا نعرف شلون نطلعك، عرفت شلون؟ لا لا يعني مو 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 فص صعب وباكر عقبه ينخطف واحد من الجهال او يصير مشكله او يصير قتل او يصير سلب. البلديه هنا. نعم. شنو دورها؟ ايش قالت لكم؟ لا ماكو، لا اجتنا بلديه ابد نهائيا، احنا اجتنا الجهه اللي هي اجتنا بس ميخالف. مركز ميخالف. شرطة ميخالف. اللي قال نعم استدعاء وانتهى الموضوع. أنا حنطي معلومة اليوم. نعم. وعلى الجهات أن تدقق بما أقول، مو نعم. معلومة يعني صعبة. كل أرض موجودة في قاطع معين فارغة أو بيها شك التجاوز لابد المرور بدائرة البلدية، لابد المرور بدائرة البلدية حتى وإن كانت تابعة لوزارة تمر على البلدية، يعني لازم تصير فريق بالبلدية، يعني لجنة بها البلدية. طيب البلدية لحد ما مطيع إشعار لهذول الناس، شو الموضوع؟ والله قلت لك كان هالموضوع. نعم. شنو هنا أنا قالوا حرقوا بيت قبل فترة؟ إيه نعم أكو بيت في البداية من هناك، إنه البيت يعني قلت لك بصف المشروع بالضبط حرقوا المشروع والبيت هو هلقف من عنده نار ماكو، فقلت لك هاي المشاكل اللي تصير. الشيء الثاني يعني يعني أنا خمس أطفال وزوجتي وعندي اخويا همنا ساكن هنا وياي، يعني احنا باعتبار عائلتنا بهالبيت هذا والله العظيم، يعني لا املك راتب لا رعايه ولا غير الرعايه، عرفت شلون؟ شنو شغلك؟ انا رجال كاسب عندي ستوته اشتغل بيها. هاي واحدة. اثنين ما صار التهجير بوقت اللي بوقت 2007 2005 الناس تهجرت وانا تهجرت ورجعنا ورحنا، يعني تصور انت لا راتب رعايه لا مال التهجير والتعويضات وغيرها ولا كل شيء. نحمد الله ونشكر على كل حال. طالب رئاسه الوزراء انه بس يبقونا بالسكن هنا، كل شيء مريض لا نقدر ندفع اجار على هالمكان البسيط. اي على هالمكان البسيط، هذا المكان اللي بسيط والله العظيم. ثم والله يعني جا ننام بيوم مرتاحين لانه ما جا ندفع اجار. زين اذا اعطتك الدوله اليوم شقه باسمك وين مكان؟ قاع باسمك وين مكان؟ اعوف المكان مباشره. اي لا مو هسه احنا شنو سؤالي. نعم. يعني سؤالي انه ان اكو بعض من يتهمكم انه انتم مستفيدين من هاي القاع، انت المستفيد. نعم. يستقتل على هذه القاع. نعم. لكن ما مستفيد بس على قد السكن. نعم. اذا يريد اذا يطوب بديل يطلع. الله يجزيك بالخير. شنو المستفيدين من عنده؟ احنا قاعدين ببيوت اللي تشيكو واللي سندويش واللي غيرها. الله يبارك بك. اللي قاعد اللي يبيع نفط يقعد هنا هالقعده هاي، هم اللي يبيع نفط يعوف هالمكان هذا ويروح. صار لك ايش قد قال؟ انا اللي هنا تقريبا صار لي 3 سنوات. اي نعم هسه هاي زوجتي وهسه هذول اطفالي، يعني انا اذا اريد ابيع نفط اجيب زوجتي واطفالي قاعدهم هنا. تعي بابا. اي زين. نعم هاي بنتي الصغيرونه وعندي بعد 5. تعي تعي. شو اسمك؟ هاي اسمها تالي. تالي. الله يحفظك. الله يبارك فيك. هذول هذول عندي 3 بنات وولد 2، يعني هل من المعقول انا مستفيد من نفط ولا شيء اقعد قاعد بناتي هنا؟ الله سبحانه وتعالى رزقني بيهم وطلعت بيهم من هالدنيا هاي، اجي احطهم هنا بنص الخطر؟ هل هذا من المعقول؟ إيه. يعني ما انتم ما عجبتكم هالقعده؟ نهائيا ما عجبتنا القعده، بس يا اخي اجار ما عندنا ندفع. اقول لك يعني لو اكو عمل، لو كدوله احنا كدول الباقيه
انه ماكو هنا اليد العامله الخارجيه ولا غيرها. احنا كان استفادينا من هالبلد هذا. ليش احنا واحدنا ما شاء الله عندنا عقول وعندنا ذكاء مو مو مو, مو, مو هينه يعني. حياك الله. الله يبارك. انا اشكرك. كمل حوارنا بمن